فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن أذهب إلى العمرة في رمضان أو غير رمضان وعلي ديون لبعض الأشخاص؟ ها؟ عليه ديون لبعض الأشخاص، ذهابه للعمرة أو الحج؟ لا، يوفر المال لسداد الدين، يوفر المال لسداد الدين. إذا كان المال قليلا لا يتسع لسداد الدين وللعمرة، فإنه يقدم الدين أو ويقدم الدين على العمرة وعلى الحج حتى يسدده. نعم.